الشرك قسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شركة شين دي يقين دي يقلو شدون دوق شركة جيم شركة. الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه ولم يتب فهو مخلد خلود أبدي في النار. شرك أكبر دينا توبة تديش ويل ويل والتقى دائما يوجد شرطة أرى تول شوغر والشون. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة خليل الله وشن قيشن حاجن خلاحة إذا شرك أكبر دون السجود لغير الله سجود خليل قيشن الله وشن الطواف حول القبور طواف ديش خليل كشنشن حاضر الذبح لأصحاب القبور أتكشنش بولشان تان ذاب تان غرب دير خليل لو نذر لأصحاب القبور يتان نذر در يتان دوش دلر تشاغوير خليل دعاهم من دون الله يتاك دعا در خليل سوى الله وشن فكل عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة تعبادة أحقيتشن حاجدة الله وجن إذا شرك أكبر. دو. لو رفع أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم أولي من الأولياء الصالحين مرتبة جبار السماوات والأرض هذا كفر أكبر. أق ملخ بيمر خليلي يا مليك شخليلي الله يدرجع عش حلبوخش بلاحة تير تاني عاي نسبيش بلاحة إذا شرك أكبر دوما.